حياك الله، يسلمك. مشاركي الحمد لله راكي صافا لاباس؟ الحمد لله، الصحة نقول الحمد لله على كل حال. حوشتي علينا، نعم عيطينا. نعم، وإذا به رانا جيناك. مرحبا بك. وجينا باش نسمعوك، أبارامون عندك مشاكل. قلتي ماكيش ترقدي، وشنو هو المشكل تاعك؟ فاش ماكيش ترقدي؟ عندي حشك وذنية، تقريبا ما نسمعش، يهبط راسي، بات يرعد. لوطوروت بات قاعده، يعني الليل كامل وانا بات قاعده. كيفاش لوطوروت؟ شفت لوطوروت الرعد تاعها كميوات، راسي هكذا كي بات يرعد. كل يوم؟ يوميا. عندي ما ملي كان في عمري شحال وانا نعاني منها. شحال كان في عمرك؟ 16 سنه. والان؟ دوكا عندي 34 سنه. الله يبارك. يعني ام اولاد. شحال عندك من اولاد؟ 7. واسمهم؟ زبير. علاه زبير؟ بنو العوام. اه عشان نطالع بزاف في الكتب تاع الصحافه وتاع كما يقولوا الميل للدين. صح. زيدي عندي زينب بنت حارث. الله يبارك. عائشه ام المؤمنين. الله يبارك. انس بن مالك. سلمان الفارسي اللي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق. الله يبارك عليهم، ربي يحفظهم. سيد محمد صلى الله عليه وسلم. عندي سنسيت. الله يبارك. الله يبارك. وش الحاجه اللي راهي ابار هذه اللي راكي عييتي؟ ماشي عييتي منها، هي كيما نقولوا كي ديري لي وجه الله. نوصل مراكي رفد الهم ديالك. هم ديالي والدراري والراجل والميزيريه، يعني كيما يقولوا تقدر تدخل وتشوف بعينك. لا دوك هذيك كي ندخلوا هذيك سهله. على بالي الميزيريه دارك الداخل. فراكي كيما نقولوا تكون تريسيتي وتخافي عليها، ديري لها حساباتها. شوف باينه لاخاطش على المدخول ما كاش والو، 300 في الشهر فقط. صح. راكي رافده ثاني يمات الزوج ديالك. نعم. ماه وش بيها؟ طبق لها عرق في راسها. اه و هي طايحه فريش.